السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحباب الكرام، ونحن في ختام هذه الحلقة وفي هذا الوقت المتأخر من الليل، وقد صلينا صلاة العشاء عشاء، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الصالحين. فاللهم يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم إننا نحمدك ونشكرك على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم يا رب عرفنا بنفسك، نسألك اللهم أن تعرفنا بنفسك ولا تتركنا عميان القلب. اللهم يا رب لك الحمد والشكر أن جعلتنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب يا كريم لك الحمد أن جعلت رزقنا في يدك ولم تجعل رزقنا في أيدي الناس، فرزقكم أيها الأحباب الكرام كلكم أرزاقكم في أيدي الله ليست في أيدي الناس. إياكم أن تخضعوا، إياكم أن تتدللوا، إياكم أن تنكسروا، وإياكم أن تندهشوا. أرزاقنا جميعا في يد الله ولم يجعل الله في أيدي الناس، فاللهم لك الحمد والشكر. والحمد لك يا رب أن سترت عيوبنا عن أعين الناس ولم تفضحنا بين الناس، فالله تعالى هو الستار العيوب. احمدوا ربكم لأنه ستار عيوبكم. كل منا له من العيوب ما الله بعليم، لكن الله سمى نفسه الستار. فاللهم لك الحمد والشكر أن سترتنا ولم تفضحنا بين الناس. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك العظيم الأعظم أن ترزقنا إيمانا قويا صادقا. اللهم ارزقنا إيمانا قويا صادقا. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، ارزقنا إيمانا يجعلنا نشكرك عند كل نعمة. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا ولم تحرمنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فلم تخذلنا. فيا رب العالمين أتيناك منكسرين، أتيناك متواضعين، أتيناك مبتهلين، أتيناك متضرعين باكين، لا منقذ لنا سواك. يا كاشف السوء، يا مجيب المضطرين، يا غيات المستغيثين، يا منقذ الهالكين، يا جابر المنكسرين، ويا سامع النجوى. لا إله إلا أنت، عليك توكلنا، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فاللهم يا رب العالمين إنا نسألك خير المسألة، ونسألك خير الدعاء، ونسألك خير النجاح. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا رب اكتب لنا من خيرك ما لا يخطر ببابنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. يا رب اكتب لنا من خيراتك ما لا يخطر ببالنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، ما بشرنا به يا ربي اجعله يكون لنا خيرا في هذه الدنيا والآخرة. اللهم بشرنا بالخيرات، واكفنا عما يضرنا، وابعد عنا كل شيء يؤذينا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله سيؤتينا من فضله، إن إلى ربنا لراغبون. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا ودود، صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، لا تجعل عيشنا كدا كدا. يا من بيده تدبير الأمور، يا عالم ما تخفي الصدور، اغفر لنا ولمن في عبادك المؤمنين، وبارك لنا يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم جميع أمواتنا، اللهم ارحم جميع أمواتنا، من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا وإياهم في الفردوس الأعلى بجوار خير الكائنات
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين من الأنصار والمهاجرين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل آخر أنفاسنا من الدنيا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.